خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. تركت يحيى في آخر لحظة، لست لاحق بعده وأتابعه من مكان لمكان. الحمد لله، بس من كثر ما أمي حبتني أحس أني فقدت الثقة في نفسي. خليت لنا بطانية نتدفى ولا ماشي؟ أما الغرفة من البطانيات يدفن قرية، صورتك ما عاد خلي لي ولا خرقة في البيت. رضي الله عشان تسكي هي الصبان. ريحان وسلمى رفعين الصحون، تعاوني. عاد خليت صحون داخل يوم أحمد، يلا تسكي الغسوله بدل ما تسيد غسولي. أنا عملت بأصلي وصبرت عليه لو ما يرجع يحيى من المدينة. رجع ابنش ميت. مش أهلا وسهلا، أو تفضلوا حياك الله. مشتيش أشغلك وأكلمك عن خصوصياتي، بس الصراحة أنا في ورطة. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خرجوني من هنا، خرجوني. أمير اهدأ، أنت هنا من أمس. من أمس أمي ما قلت لها. أنا قلت لأمك أنك سافرت أنت ونجيب للمهرة تشتروا بضاعة على الورشة. أنا على أساس ما تعرف شختك يا خال، الآن عاد تقول أنك رسلتنا للصين مجل المهرة. ما تقلقش، أنا ما جبت لهاش أي موعد محدد أنك عاد ترجع فيه. إذا خرجوني، خلوني أخرج. أمير اهدأ، أنت خرج، أنت خرج. أنت عارف أنك لو خرجت من هنا وشافتك أمك هتنجلط. أيها مسعود، قد رجع أمير. شوف يا مسعود، إذا يوقع ببني شيء أتشوف جميلة الثانية وعد أقلب الورشة فوق رأسك. الله يهديك يا ولدي، بس الله يهديك. رأيي يا أمير تجلس في المستشفى تنتبه لصحتك زي الناس، لأن عادك تعب ما تقدر حتى توقف. طيب خلوني أكلم أمي أشتي أحاكيها. أمك لو تسمع صوتك هتجنن. ضروري تكلمه عشان ما تغلقش عليك. تفضل. موقف. وهذا غريمك يا أمير. سمعنا يا حبي، بلا غريمك بلا خبر فاضي. كان المفروض أفقع عينك مش إلا ظهرك. ناي ثابت، سليم متصرف من رأسه، بس ما تقلقش أقابع عندي أنا. وبخصوص المشاكل التي بيني أنا وأنت أيام الدراسة أنا قد نسيتها. إحنا اليوم شباب اليوم، ها؟ الولد احتبس بسببك وأخذ عقابه. الحمد لله وخلص عقابه، لكن عملوا دمه وجيل اليوم لليوم ما نعبر، والله ما أسامحك ليوم القيامة. اسمع يا سليم، مش رجال أنك تطعم من الخلف وتشتي تثبت رجولتك. خليك أسد واجه خصمك، على الأقل تكبر في نظر الناس في نظري. ما أنك تطعم من الخلف دليل أنك جبان وخايف. صح أنني كنت شاموت، لكن أنا شا سامحك مش لأنه ضعف، لكن عشان تتعلم
مرة ثانية حاول تتجنبني، ما توقفش أمامي، اعتبرها واحدة بواحدة. لو كنت عادلنا خرج من قبالي. خلاص يا أمير، نقول لله الحمد لله على السلامة. أين أنت يا أمير من الصبح؟ أصحابك مريعين لك أنا. خير يا غسان، ما قد معانا. أتمنى أنك ما تخذلني وتوقف معي في هذه العملية. سرق ما شسركش. خلاص بطلت، تبت يا اخي، اقتنع. وانتم مفروض تبطلوا، شوحتوا بسمعة المطرات. كم من اسر محتاج للريال الواحد ومصدر دخله الوحيد هذا المطرات. انت لا تحسبهاش هذه سرقه، هذا شل حقي وحق ابي. ان ما كانش علشاني علشان ابي. ابي المسكين اللي هو عاجز جالس في البيت ومش قادر يفعل اي حاجه. هذا الفيلا اللي قلت لك عليها يا أمير، في كاميرا مراقبة هنا. الظاهر ما بشانا كاميرا مراقبة، واتجاهها هكذا. حيّ. هالفيلا فاضية، ما بش فيها إلا الحارس. فرصتنا الآن، لكن المنطقة كلها محاطة بالكاميرات. إذا ما دام اتجاه الكاميرا هكذا وهنا ما بش كاميرات، أنا أفضل إن إحنا ندخل من هنا. طيب مالكم يعني منتظرني صاحب الفيلا يفتحها ندخل نسرقه؟ سليم، غير لقانا. راقب الشارع وبسلح حد عيي. شباب، معانا ساعة واحدة وننفذ المهمة. نكمل المهمة حقنا في ربع ساعة. يلا يا شباب. كلمات كيف؟ ما تخافش ياسر، أصحابنا بيضبطوا. تمام، ننطلق. ياي، من أنت؟ ياي!
تشد فعلي يا مجنون. كذبت علي واستغليتني، اتفقنا نسرق بس مش نقتل. انا فعلت هذا اقل شيء علشان ابي، فهمت يا عمي؟ لانك جبان اصلا. انا شسكت لك هذه المرة لانك وقفت معي وساعدتني. انا وعد لكم نفس تضاربون غسان، انت اخذت حقك ونصيبك انت وشلتك، وامير ياخذ الان حقه ونصيبه وشلته، والباقي لي. انت حسك عند الفلوس والقسمة وبس، وهذا نصيبي وهذا نصيبه. قول لك الآدمي قتل، قتل نفس. مش انتوا خططتوا جمعه وسرقتوا؟ اسمع، تاخذ نصيبك انت وشلتك والله يفتح عليك. ماشي شاشل اللي انا، تعرف اني ما يهمنيش الوسخ هذا، انا ساعدته بس لانه طلبني اوقف معه واساعده. وسخ؟ يا سلام، مش مداري انك اديته هو شلته انت، واديت شلتك هذا كلهم معاك. لكن اسف انا الغلطان، ضيعت عمري وانا بننتبه لك انت وامك. ضيعت عمرك في تدمير طفولتي وشبابي، بعدها شوف وين وصلتنا. لحظه، ادي نصيبك انت وامير والله يفتح عليكم. هذا تعبنا مالك ولا ريال. يا سلام، تعبكم وتعبي انا؟ فتحت ورشتي لكم، اكلتكم وشربتكم ورقدتكم وخليتكم تخرجوا وتدخلوا على ما تشتوا وتسرقوا كيف ما تشتوا. ما حد مستفيد من افعالنا الا انت. ها لحظه لحظه لحظه، انا عسيرو، خذوا نصيبكم الله يفتح عليكم. ها نخرج من عندك ونسكه منك ومن هرمك. ومن عايستقبل سرق مثلكم؟ من هم؟ نفسك بس، ولا عليك مننا. كلاب يما الله يحفظك، ما هي إلا يوم ولا يومين لو ما نشوف لهم سكن. قلت لا يعني لا. والله ما راح اطلق حتى لو من شارع لا شارع. بس هذا السارق غريم انا. واخيرا جاء ما يسرقكم يا سارق. ما دخل شغلته، خلنا نتفهمه. ما دام دخل حارتي فهو في حمايتي. قول لي ادي الكيس. هذا قدو تعبه وانا ما اقدرش اقول له حاجه، ماش حقي. يلا صدق من قال النقل الفقر سنة. ماذا كنتي اتصلتي لي أمس؟ كنت قيدو ساعدتي. زعم يا وحيد ما تعرفش مروان، ما يكلمنا إلا لما يشتي. مروان ما مصبرنا على زوجك إلا أنتي. بقوم أشوف البنت. طولي شوفي وسكتي. يا هذا إحنا وصلنا. حياك يا يحيى، حياك حيا الله يحييك. يقطع معرفة، أنا اليوم مسحت رقمي خلاص. يا رجل إحنا أصحاب، شنطعك. ها أنت لحن نفسك، سلامك. حياك يا نسب، حياك. نسبي وحيد. ليش؟ لا تكونش تخلي وحيد يجلس معه. صديقي يحيى، الروح بالروح. النسب يعاون يساعد، يمد يده ويجر ويبز ويرفع. ايوه هكذا، اهانا ساعد وبز معه. خاطركم مالك وينه؟ أنا الله يحفظك، بعدها تقول لي ارتب معك ولا سل ولا ياي.
وقعي دناش من عندك دناش وحيد ها رجل يرفع ارفع من عندك ها بصار بصار انت ما انت كربتون كربتون شي قتل هذا بالدم بينه على قلاص والله ايوه الفلوس هذه ما تلزمنيش امير ياكل من عرق جبينه انا وقفت معك وساعدتك بس انت كذبت علي احسن وفرت ما بتفعل هنا ها؟ اصبر يا أمير خلينا فهمك اصبر منو يحيى هذا؟ منين جاء؟ يا أمير ليش ما تسأل أمك؟ يمكن يكون قريبكم أبش معنا أقرب يا أسد يا شباب أنتم مكبرين الموضوع يمكن شبهك سبحان الله يخلق من الشبه أربعي إيش من أربعي؟ أقول لكم يشبه أمير كأنه هو بشحمه ولحمه طيب يا أمير ليش ما تسأل يحيى يمكن يعرف شيء أنت ما تعرفوش الغريب هل من مجيب احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب صرنا جروح للوقت واحزان السنين هل باقي روح للكره ولا للخلاف كم حلمي ما فينا ولا غير الحنين متفرقين حتى من الفرحة نخاف عمري الخلاص مكان بارود ورصاص كم من عيون تصرخ لنا العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل
حبل الحبيب نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغيب.